اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بدرس 18 من دورة اينز. بداية الفيديو اذا ما كانت عم توصلكم تنبيهات على التليفون فيكم مثل ما عم تشوفوا بالصورة تفقسوا محل ما انه الجرس مشان توصلكم تنبيهات على طول. وهلا خلينا نبلش بالدرس تبعنا. بدنا نحكي اليوم عن بوسيسيف ارتيكل او عن ضمائر الملكية يلي بلشنا فيها الدرس الماضي وهي شيء كثير مهم باللغة نحن كمبتدئين لازم نعرفها. خلينا نشوف هالجملتين. Das ist Niklas. Sein Bruder studiert in Berlin Informatik. Das ist Lina. Ihre Katze spielt im Garten. أول جملة. Das ist Niklas. هذا Niklas. Sein Bruder studiert in Berlin Informatik. خيو عم يدرس برلين انفورماتيك أو معلوماتية. هلا هون ننتبه إنه نحن عم نحكي عن نيكلاس مشان هيك حطينا زاين. اما بالجملة الثانية داس است لينا ايري كاتسي شبيلت ام جارتن، هذه لينا قطتها تلعب في الحديقة. هون كمان ننتبه لانه نحن عم نحكي عن لينا قلنا ايري، ايري كاتسي قطتها تلعب في الحديقة. كيف هون بدنا نعرف ضمائر الملكية ايمت نحط زاين او ايمت نحط ايري؟ لازم ننتبه على شغلتين رئيسيتين. مثل الجملة الأولى لازم نطلع نحن شو المالك عن مين عم يرجع هالحكي. إذا عم يرجع عن نيكلاس معناتها زاين، بما أنه هو مذكر فأجبار نحط زاين. مثل الشيء الجملة تحتها داس إست لينا، هذه لينا إيري كاتسي قطتها، ما نحن أكيد المالك أو الشخصية الرئيسية معنا لينا كمان بالجملة تحت فحطينا إيري. إذا الشيء الأساسي لازم نطلع عليه أول شيء عمين راجع الحكي أو مين المالك. الجملة الأولى هو نيكلاس فإجبارا نحط زاين. الجملة الثانية هي لينا مشان هيك مؤنث نحط إيري، وهون أكيد حطينا إيري إي كبيرة لأنه بداية جملة، أما هي لازم إيري إي صغيرة. تاني شغلة لازم نطلع عليها إنه مين المملوك. هون بما إنه الجملة الأولى نيكلاس زاين برودر، هلا برودر هي مذكر كمان فما ضفنا شيء على زاين، ضلت على حالها. إذا زاين أول شيء طلعنا مين المالك هو نيكلاس، عرفنا إنه نيكلاس بدنا نقول هو يعني شيء لإله هو بدنا نحط زاين. تاني شغلة مثل ما قلنا بدنا نطلع على المملوك، مثل هون هي برودر خيو مذكر مفرد معناتها ما بنضيف شيء. الجملة التانية تحتها عرفنا انه لينا هي المالك، هي الشخصية الرئيسية لما يرجع عليها الحكي، حطينا اير. مثل ما قلت هون لازم اي صغيرة بس بما انه بداية كلام حطينا اي كبيرة. حطينا مثل ما قلنا اير. نطلع على المملوك، هون معنا كاتسي، كاتسي اللي هي قطة مؤنث ضفنا اي. إذا العملية كتير سهلة بس بنفس الوقت كتير عالم بتخبط فيها لازم نركز عليها. نشوف مين المالك على أساس نحط زاين أو اير. او اللي هي بعدين نطلع مين المملوك، هل هو مفرد اذا مفرد مذكر مؤنث او حياده، اما اذا جمع كمان نفس الشيء بنحط على اساسه. اذا هذه هي المبدا تبعها كثير بسيط وحلو لازم نركز عليه وابدا ما نخربط فيه. ننتقل هلا مثل عندنا فراو شنايدر. فراو شنايدر اللي هو مؤنث، ما نحكي هلأ عن نيكلاس است ايرمان. نيكلاس هو زوجها فحطينا اير، ليش؟ لأنه نحن الحكي راجع عمين ع فراو شنايدر. بعدها كمان لوكاس است اير زون، نفس الشيء مين المالك؟ فراو شنايدر معناتها اير، المملوك هوني زون ومان نيعتهم مذكر مفرد ما ضفنا شيء. بعدها نينا است ايري توختر، نينا هي بنتها، المالك هو فراو شنايدر حطينا اير، المملوك هو تختر هو مؤنث بنتا ضفنا اي. الجملة الأخيرة تانيا اوند نينا زند ايري توشتر، تانيا اوند نينا معناتها هون عندنا التنتين بالألماني مثل كثير لغات ما في مثنى مو مثل اللغة العربية، فهون الجمع حطينا اي زيادة، هون ملاحظة تلفظ بالجمع توشتر وليس تختر. إذا مثل ما نقول أول جملتين نيكلاس ولوكاس هن اثنيناتهم مذكر ابنة وجوزة، البعد المؤنث هي نينا بنتها حطينا إيه زيادة وبالجمع إيه زيادة.
عطول هني المذكر والحيادي بيشبهوا بعض أو مثل بعض، المؤنث والجمع هني مثل بعض بشكل عام عم نحكي مو دائما. إذن هون عم نحكي عن فراو شنايدر المالك، هو مؤنث. إذا انتقلنا على هير شنايدر اللي هو مذكر طبعا، لوكاس إس زاين زوم. لوكاس هو ابنه. نطلع على المالك هير شنايدر مذكر مفرد بنحط زاين. نطلع على المملوك اللي هو زون مذكر ما نضيف شيء. لينا إست زاينة فراو. لينا هي مرته. نفس الشيء المالك مفرد مذكر زاين. المملوك اللي هو فراو مؤنث منضيف إيه. تانيا أوند نينا زين زاينة توشتر. نفس الشيء هوني مثل المؤنث جمع منضيف إيه. زين تانيا ونينا هني بناته. إذا مثل ما قلنا نطلع الجملة الأولى، بما أنه لوكاس هو مذكر ما منضيف شيء على زاين. الجملة اللي بعدها مؤنث منضيف A والجمع كمان منضيف A نفس بعض. إذا عملية كتير بسيطة وسهلة لازم نركز عليها، نشوف مين المالك، هو هير شنايدر أو فراو شنايدر مذكر أو مؤنث، على أساسه بنحل البقية. بعدها مثلا إذا عم نحكي أنا والماين زون ماينه فراو ماينه توشتر، مذكر مؤنث جمع نفس المبدأ عم يصير، بس عم يتغير ماين. ليش؟ لأنه أنا عم أحكي عن حالي. ماين زون ابني، ماينه فراو زوجتي، وماينه توشتر بناتي. إذن لازم الواحد ينتبه على المالك هو مين، هو سيد شنايدر، سيدة شنايدر، أو أنا أو أنت. المهم نطلع مين المالك، مين الحكي عم يرجع عليه. وتاني الشغلة مثل ما أنا منتبه عليها، مين المملوك، إذا مذكر ما منضيف شيء، أو مذكر وحيادي هني ما منضيف شيء، ومؤنث ومجمع عم نضيف إيه. كمان نفس العملية عم تصير بدو. داين زون ابنك، داين فراو امرأتك، وداين توشتر بناتك. هلا خلينا ننتقل على الجدول يلي هو كتير مهم ولازم نكتبه عنا ونحفظه. مثل ما قلنا عنا اول شيء بالاش، انا دو ار اس وزي. ايش هو انا؟ ماين، وماين بضل نفسها بالمذكر والحيادة. مثل ما كنتم شايفين اول شيء في عنا فاتر هو مذكر الاب، وكيند هو الولد حيادة. اذا منتقل على المؤنث والجمع اللي هني فراو وتوشتر، فراو امرأة وتشتر بنات، الجمع جمع تختر، ضفنا ايه. عملية كتير سهلة. دو كمان نفس الشيء، داين داين، وداينه داينه. ار و اس مثل ما قلنا طول مثل بعض، هني مذكر والحيادة. زاين زاين، زاينه زاينه. وزي للمؤنث، اير اير، ايري ايري. اكيد شفتوا الجملة اول الفيديو، كان محطوط اير مؤنث بس بحرف كبير مثل ما قلنا لأنه بداية الجملة. إذن لازم ننتبه نحن مين المالك، R S Z دو إيش اللي هو، نطلع مين المملوك من طابق بيناتهم. إذا مذكر أو حيادي ما نضيف شيء، إذا جمع مؤنث ما نضيف A. كمان نشوف Z الأولى الفوق هي للمؤنث، كمان تحت في عنا Z للاحترام، هي بتبلش حرف كبير، نفسهم كلهم بس حرف كبير، المذكر والحيادة والمؤنث والجمع. هلا خلينا ننتقل على فعل اسن. مثل ما قلنا على طول لازم نعيد ونحفظ افعال لانه هي بتساعدنا لنحكي. اسن هو فعل شاز اش اس دو است ار زي اس است فير اسن اير است زي او زي اسن. مثل ما عم شوفوا فعل شاذ وخاصة مع دو ار زي اس في عنا اختلاف عن الافعال النظامية، فلازم اكيد نحفظه. اسن اكيد تصريفه فعل اكلة. البعده معنا فعل فارن او سافرة، اش فار دو فيرست ار زي اس فيرت فير فارن اير فارت زي او زي فارن. كمان نفس الشيء في عنا اختلاف عن افعال النظامية مع دو ار زي اس، مثل ما شوفوا اللون الاحمر في عنا املاوت فوق الا، لازم نركز عليهم. ومثل ما قلت لازم نكتبهم ونحفظهم على الغايب قد ما فينا، نكرر لانه مع التكرار الواحد تتطور لغته وتتثبت المعلومات. خلينا نشوف هلا مثالين على الفعلين، على فعل اسن وفارن.
هس دو هايتي شون ادفاس جيسن. انت كلت شي اليوم؟ هون محطوطة طبعا بالماضي مع في عنا هاستو في معنى جيجيسن بالأخير أكيد بيمر معنا لقدام. المهم الجملة هي هاس دو هايتي شون إدفاس جيجيسن. الجملة اللي بعدها زي لارنت أوتو فارن، هي تتعلم سواقة السيارة. زي لارنت أوتو فارن. وانا خلينا ننتقل على الوظيفة. الوظيفة معنا سؤالين واثنينتون تعبئة بالفراغات. السؤال الاول بمعنى افعال وبدنا نصرفها حسب الشخص المناسب. نيكلاس فراغ شبريشن شون جوت دويتش. فراغ نيمن دو تسوكر ان دين تي. فراغ جيبن دو مير بيتي ميني تاشي. لينا فراغ فارن ان دي شتات. فراغ اسن دو جيرني بيتزا. مثل ما قلت معنا افعال وبدنا نصرفهم حسب الشخص المناسب. اما السؤال الاخير فهو عن بوسي بارتيكل او ضمائر موكية. بدنا نشوف شو المناسب ونحطه بالفراغ. ايش هابي اين شفستر؟ فراغ شفستر هايست لينا. تم هات اينن برودر؟ فراغ برودر است اوتو ميشانيكر. تينا هات نوخت فايج شفستر؟ فراغ شفستر زند 14 und 18 ياري الت. نيكلاس هات اين شفستر؟ فراغ شفستر هات 2 كيندر. كيندر زند كلاين. اذن هذا السؤال فيكم تكتبوه تحت بالتعليق، واذا ما بتعرف كلمة شفستر فهني معناتها اخوات. وهيك مشاهدينا بيكون خلص الفيديو تبعنا. مشكورين على الدعم وبشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.